أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 29 من رمضان عام 1440 للهجرة الموافق 3 مايو 2019 لتحري هلال شهر شوال لعام 1440 للهجرة وتلقي الأنباء والشهادات بشأن رؤيته. ودعا بيان المجلس ممن لديه شهادة تتعلق بالرؤية أن يتقدم مشكورا لهيئة الرؤية ليدلي بشهادته.